حسين ستوريز يقول: منو الأفضل، لابتوب أو الديسكتوب للدراسة والشغل؟ وأتمنى تطلع تعليقي. وهذا تعليقك طلع حسين. بالنسبة للأفضل للدراسة اللابتوب، للشغل الديسكتوب، يعني اثنيناتهم ما ترهم. أنا بالنسبة لي مختار اللابتوب على البي سي لأنه أتنقل، يعني أحتاج، أنه ما عندي مكان ثابت صراحة أقعد أمنتج عليه، فأحتاج اللابتوب. أما بالنسبة لك إذا أنت مكانك ثابت ترغب أنه يكون عندك مكان ثابت، فالديسكتوب أحسن بهواية، أرخص وأقوى، وعندك إمكانيات أنه تطور أكثر من المستقبل. فلوكي يقول: هل آيباد 8 يصلح لرسم والتصميم؟ شوف، إذا أنت ماخذ آيباد على مود رسم وتصميم، الآيباد 8 ما راح يعطيك تجربة مثالية. إذا تريد رسم وتصميم أخذ آيباد برو، آيباد برو 2020-2018 مستعمل، ويا القلم الجيل الثاني، هنا أنا راح تشوف تجربة الرسم والتصميم بشكل خرافي. أما بالنسبة للآيباد 8 يدعم القلم الأول الجيل الأول طبعا، بس الليتنسي والشاشة هي بحد ذاتها مو مثل الآيبادات برو، فالأفضل آيباد برو للرسم والتصميم. قبل 7 سنوات، هذا اسم اللي علق، هو اسمه قبل 7 سنوات أعتقد، قناة أو هيك شيء ما أعرف. ما هو السبب الذي يقلل من أداء الجهاز بعد مرور سنة أو سنتين بالرغم من استخدامه الصحيح؟ الجهاز بشكل عام من ناحية معالج، من ناحية هاردوير، من ناحية بطارية، هي تقل مرور الزمن. هذه الأجهزة هي مو أجهزة معمرة، الموبايلات، فشي طبيعي أنه بعد سنتين نشوف الأداء يضعف، بالإضافة إلى أنه التطبيقات في تطور مستمر، والتطبيقات هذه تريد هاردوير قوي، تريد تحديثات للسوفتوير، والسوفتوير لما نتحدثه أيضا يريد هاردوير قوي. فأعتقد يعني السبب أو الأسباب عديدة، خلينا نقول من ضمنها أنه الهاردوير هو بحد ذاته محدد أنه ينطيك أداء أو تجربة استخدام لفترة محددة على مود، يعني هي هم أنا بها نوعا ما شيء تسويقي، لأنه إذا يعطيك موبايل يظل من 5-6 سنين يشتغل على نفس الأداء، ف شوك راح تشتري الجهاز الأحدث من عندهم، الشركة تعزل بيش حالة راح تخسر. نجي لسؤال تمار حيدر. تمار يقول: إيش قد تأخذ وقت حتى تنتج فيديو كامل من البداية للنهاية، وشنو المعدات اللي تستخدمها بالتصوير؟ تمار شكلك صانع محتوى، شوف الله، خلي أشوف صراحة. تمار تصويره كلش حلو من ناحية البيرول وغيرهن. تحية لتمار. تمار راح أخلي لكم رابط القناة مالته بالوصف أيضا، ادعموا تمار. جد عندك مشتركين تمار 5000؟ والله حرام يا أخي، والله حرام، محتواك يخبط. أتمنى من اللي دا يتفرج حاليا يدعم تمار. تمار عنده 5000 مشترك، يستاهل الدعم صراحة لأنه محتوى حلو، يعني من أول فيديو عجبني، وهاي أحلى سبسكرايب. تدلل تمار، عاشت إيدك. تمار يقول: قد تأخذ وقت حتى تنتج العفو فيديو كامل من البداية للنهاية؟ أول ما بديت بالقناة كان الفيديو الواحد يأخذ من عندي أسبوع كامل، ولما نقول هذا الشيء لأي واحد ما يصدقني، يقول لي: معود هو الفيديو شنو، إيش تأخذ من عندك، المفروض يأخذ من عندك ساعة كاملة. لكن أنا شوية يعني ألح من ناحية الأخطاء وغيرهن، أحب أسوي فد شيء متكامل، يعني أتمنى أنه يكون هذا الشيء يعني متكامل، أكيد الكمال لله، لكن أتأخر هواية بالفيديو الواحد. ممكن حاليا لأنه شوية صار عندي سرعة وتطور بالموضوع، وشوية يعني اللابتوب يساعدني، أعتقد يومين ونص يكمل الفيديو عندي من ناحية التصوير، إذا كان أكو بيرول وكذلك يعني مونتاج بشكل عام، يوم ونص أقدر أكمل الفيديو. شنو المعدات تستخدمها بالتصوير؟ صراحة مار، المعدات اللي عندي أنا أعتبرها معدات بسيطة، كاميرا متوسطة 250 دي من كانون، إنارة بسيطة، عندي سوفت بوكس اللي هو اللي يشتت الضوء، مثل ما تشوف يعني، حتى أنا ما دا أسوي فيديو أنه السيت اب اللي عندي اللي موجود، لأنه ما أعتبره في شيء مثير للاهتمام كلش، إن شاء الله بإذن الله بالمستقبل إن يعني نقوي من المحتوى أكثر ونضيف شغلات، ويعني العافية درجات إن شاء الله. وهذا أكبر دليل على أنه يعني مو شرط أن الواحد يكون من بدايته يفوت توب التوب. فتحية لتمار، اشتركوا بقناة تمار، تمار يعني يستاهل صراحة، من أول فيديو عجبني. بلاك جيمينج يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل حرارة الآيفون عادي يعني ما تأثر على الجهاز أو على المذر بورد؟ أتمنى تجاوبني. الحرارة تأثر بأي جهاز بالعالم،
وتأثر بأدائه من خلال أنه المعالج من يوصل فد حرارة معينة يبدي يقلل من أدائه حتى ما يوصل فد مرحلة يعطل المعالج، وهذا الشيء طبيعي. اللي دا لاحظه دائما أنه الناس تقيم حرارة الجهاز أثناء الشحن، وهذا الشيء غلط. إحنا لأنه وصلنا لمراحل يعني عالية من الشحن السريع، فالجهاز راح يحمى بشكل مو طبيعي. فالنوبة هو الجهاز ده يحمى، وأنت تلعب عليه ألعاب ثقيلة أو تستخدم تطبيقات يعني تستهلك هواية من الأداء، فهنا راح يصير الحرارة أكثر بعد، استهلاك البطارية أكثر. أحمد العايش، أحمد أرجو المعذرة إذا اسمك مدى الأفضل صحيح، أحمد يقول هل تتوقع أكو شركة ممكن تزيح أبل من مكانتها الحالية؟ الجواب لا، حاليا ما أشوف أي شركة ممكن توصل لمكانة شركة أبل. أبل خلص وصلت في مرحلة يعني، وهاي مرحلة مبلية لو ضحاها وصلت صار لها سنين، فيعني ممكن نشوف سامسونج توصل لها شوية. نتمنى أنه هواوي ترجع يكون عندها دعم سوفتوير من شركة جوجل وترجع تنافس، لأنها كانت قريبة من أبل. ونتمنى أيضا نشوف شركات أخرى، لكن ما حد يزيح شركة أبل من مكانتها الحالية. حسين الشبلي يقول هل يتغير حجم البكسل حسب نوع الشاشة أم له حجم ثابت؟ حجم البكسل بالإنج الواحد ثابت، لكن أنت من تكبر الشاشة وتبقي حجم البكسل بالإنج الواحد نفسه، هنا الشاشة راح تكون يعني جودتها أقل. يعني أنت عندك الـ PPI مثلا 480 PPI بموبايل 5 إنج، الشاشة هي بحد ذاتها أحلى مما تكون هذه الشاشة 6 إنج بنفس هذا PPI الـ 480. فلازم كل ما تكبر الشاشة حجم PPI يكون أكثر حتى يعطيك جودة شاشة أحلى. خلدون حبيب يقول هل أفضل شراء iPad 8 مع القلم أو شراء تابلت S7 لأغراض الدراسة والأفلام وألعاب مثل كلاش وألعاب ليست قوية؟ لا، هنا أنا صراحة أفضل التابلت S7 لأنه يجي ويا القلم، بالإضافة إلى أنه كتجربة أفلام والأسبكت ريشيو حلو للدراسة. الألعاب البسيطة مثل ما ذكرتها الكلاش، مو بابجي، مو لأنه بابجي سيئة بالتاب S7 بس لأنه هي أفضل بالآيباد. فبشكل عام هنا اللي تريده أنت يفيدك التابلت S7. علي سعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أشتري ماك بوك أو آي ماك، شنو أفضل شيء إلي ومنين أشتري مع ذكر اسم الوكيل ولك جزيل الشكر؟ علي، بالنسبة للماك بوك والآي ماك، بالنسبة إلي أفضل أنه تأخذ الماك بوك، وبالذات الماك بوك برو. أنا جربت الماك بوك إير، تقدر تشوف مراجعته بالقناة. الماك بوك برو أنا أشوفه أفضل لأنه أنت تقدر تتنقل، خصوصا إذا تريد تستخدم برامج أبل أو برامج اللي تدعم معالجات الأموان الجديدة. برنامج الفاينل كات أكيد يشتغل بطريقة مو طبيعية على الماك بوك برو، والتنقل والشاشة وغيرها فتشي رهيب. الماك الآي ماك فتشي كلش حلو، إذا تريد فتشي ثابت إلك، شاشة ممتازة، تجربة بشكل عام حلوة، لكن أنا أفضل الماك بوك برو. نجي سؤال GTUOHFI يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين ممكن تجاوبهن، أشتري iPad Pro 2020 أو أشتري iPhone 12 Pro؟ بالنسبة لي أشوف الآيباد هو قيمته أفضل من الآيفون، فأفضل أنه تأخذ الآيباد Pro 2020. علاوي D5 يقول برأيك الآيباد Pro كم سنة ممكن يعيش؟ إذا الآيباد Pro 2020 أتوقع ممكن يظل لل 2026 2027 محافظ يعني نوعا ما على أداء القوي، لأنه أنا حالياً عندي 2018 وصار له 3 سنين ونفس الأداء، فيعني أتوقع بعد لفت 4 سنين 3 سنين يلا يبدي شوية أضعف. نجي السؤال خطاب الجبور يقول شنو رأيك بال4G حالياً؟ راضي عن ال4G، يعني دا استخدم زين 4G، يعني نت زين ومستقر نوعاً ما. بالنسبة للتسعيرة أعتبرها مقبولة زينة. هذا ال4G هو حسب أقوال الشركة هو تجريبي، نتمنى انه يتحسن اداء اكيد افضل، بس شيء على شيء زين 4G ما بيشكال. السؤال الثاني، هل من الممكن ان يكون الايباد بديل الحاسبة بالمونتاج وانت جربت تمنتج بالايباد؟ لا تخلي اي واحد يقنعك خطاب بانه الايباد هو بديل للحاسبة خصوصا بالمونتاج. ممكن يكون الايباد بديل للحاسبة ببعض الامور، تصفح، مشاهدة فيديوهات، تسمع بيه فتشي، تستخدم تطبيقات، بس ابدا ما ممكن انه الايباد راح يكون بديل لللابتوب من ناحيه الشموليه، من ناحيه انه تمنتج المونتاج. تجربه المونتاج باللابتوب او الماك هي التجربه المثاليه اللي فعلا تحسن من محتواك او تخليك انت تشتغل شغل حلو، سواء كان فوتوشوب، ادوبي بريمير، فاينل كات وغيرهم.
حسنيان يقول سؤالي هو شنو الجهاز اللي تتمنى تجيبه وتحسه راح يحسن من الشيء اللي تقدمه؟ إذا قصدك جهاز موبايل فجهاز الموبايل يعني ما تحسن شيء بالمحتوى اللي أنا ذا أقدمه. اللي أتمناه أنه يكون عندي عدسات جديدة، اللي أتمناه بالذات يكون عندي كاميرا سوني صراحة لأن هي مكلفة، فأتمنى أنه تكون عندي يعني بالمستقبل إمكانية أنه أشتري كاميرا سوني حتى أحسن من المحتوى وأقدر أصور بالأسبكت ريشيو 16:9. هذا الشيء اللي أتمناه. محمود يقول كيف كانت تجربتك في الماك بوك إير أم 1؟ الماك بوك إير أم 1 بعته وما حبيت تجربة الماك أو أس بشكل عام. نعم هو الجهاز كان ممتاز من تستخدم تطبيقات مثل فاينل كات وغيرهن، لكن أنا بالنسبة لي يعني مراجعة موجودة تقدر تشوفها تجربتي، عندي فيديوين. الماك بوك إير أم 1 أقدر أنصح به أي واحد، جهاز ممتاز، بس أنا بالنسبة لي صار لي سنين ويا الويندوز ما أقدر بعد، يعني صار عندي يقين بعد تجربتي الماك بوك إير أم 1 بأنه أنا ما أقدر أستخدم غير الويندوز. يوسف يقول شنو الآيباد اللي تستعمله وهل تنصح فيه أو هناك أفضل منه؟ متابعك من اليمن، تحية لليمن يوسف، أهلا بيك. شنو الآيباد اللي تستعمله حاليا؟ هو الآيباد إير 4 وعندي آيباد برو 2018. تنصح فيهن؟ أنصح بالآيباد برو. إذا لقيت آيباد برو 2018 دائما يسألني أقول له إذا لقيت مستعمل وشوية نظيف مرتب أخذه ولا تتردد، وأكو أفضل منه. أتمنى أنه يعني اللي الواحد ما مفروض هسه يستعجل ويروح يشتري آيبادات في الوقت الحالي، لأنه المفروض بالربع الثاني من هذه السنة راح شركة أبل أكو تسريبات أنه راح تعلن عن آيبادات جديدة، فالمفروض واحد يتأنى حاليا. أم برو يقول ليش ما يستخدمون معالجات قديمة لموبايلات جديدة مثل سناب دراجون 845؟ فعليا سناب دراجون 845 صار معالج قديم، وال السوفتوير والبرامج في تطور مستمر، فلا بد أن الهاردوير يكون حديث كذلك. نعم بالإمكان أنه يجيبون موبايلات جديدة عليها معالج العام. السناب دراجون 845 معالج قديم نوعا ما، بس 865 بلس أشوفهن بعدهن ليها سم موبايلات معالجات ممتازة. نجي هسه السؤال، فليكس تي بي يقول منو أفضل للدراسة آيباد أو لابتوب وشكرا. إذا أنت تطلب من عندك الموضوع أنه تأخذ وياك الجهاز لما تروح المدرسة أو الكلية فأكيد الآيباد أفضل، بس بالنسبة لي أشوف اللابتوب شموليته أكثر، وإذا أنت يعني ما تتنقل هواية أكيد اللابتوب أفضل. هذا مو معناته أنه الآيباد سيء للدراسة، بس الخيارات اللي يعطيك إياها اللابتوب وكسعر وقيمة مقابل مال أفضل من الآيباد، خصوصا أنه أكو هواية تطبيقات يستخدموها اللي بالكليات او اللي بالمدارس تتطلب من عندك لابتوب، ما تقدر تشغلها على الايباد. بيشو اي كيو يقول هل جهاز السيرفس برو اكس احسن من الايباد برو من ناحيه قوه المعالجه والقيمه مقابل السعر؟ انا استخدم اجهزه السيرفس بيشو، كلش احب هذا السيرفس برو 6. اتمنى انه اقول لك السيرفس برو اكس افضل، لكن الآيباد برو يقدم القيمة مقابل المال أكثر. زهراء تقول برأيك من الأحسن الآيفون 11 أو الآيفون إكس ماكس؟ مبدئياً إذا موضوع الشاشة ضروري يكون بالنسبة إليك أوليد فأخذي الآيفون إكس ماكس، أما إذا الشاشة عادي تكون LCD بالنسبة إليك فالآيفون 11 أنا أعتبره يعني آيفون ممتاز، خصوصاً أنه بطاريته أفضل من الأكس ماكس لكن شاشته LCD. بس هاي الشغلة اللي حبيت أقولها. M4GR يقول تتوقع بالمستقبل راح تظهر شركات عرب تصنع أجهزة موبايل؟ أتمنى أنه نشوف شركات عربية تحاول ولو تجمع أجهزة موبايل. قبل فترة شفت أكو شركة سعودية سوت موبايل، نسيت الاسم صراحة، لكن يعني هي يمكن جمعتها أو صنعتها بالسعودية ما أعرف بالضبط، بس كانت بادرة حلوة وعجبتني الفكرة.